شويه سي واش هاد السيده وحده في لوبيتال؟ وريني شكون هي هاد السيده بعد هذيك الدويره. سير 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 مازال ما خلصتش. 150 درهم. رجع مغاربته. بلاتي مالك كنتفرج. يلا سير بالك نهضر معاك. فعليا داك الوي كيعجبني نشوف الاخبار ديال الموت فوق الماكله. الحق راه فين ما مشيتي هذا هو الدل بعينيه. قلت الشغل مصيبه. الشعب اللي كياكل في الدق وكيدافع على حقه هذيك قلة شغل. قلة شغل هي اللي حنا عايشين فيها. اش كتشوفي فيها؟ دابا انتينا بهذه الحالة باغي تغير الحالة ديال الشعب. ها؟ باغي تغير الحالة ديال الشعب والأمة وتغير العالم كامل بهذه الحالة هذي. بهذه الحالة. ما حالتي؟ شوف أنت. اش خليتو لنا باش نغيرو؟ اشنو درتي انت باش نديرو انايا؟ درتي شي حاجه؟ حتى شحال وانت كتناضل وشحال وانت دير؟ اش درتي؟
درت والو. كل الخبز اشعب الخبز. الخبز هو اللي خلاكم عايشين في الخوف، والخوف هو اللي خلاكم مخبيين بحال الفيران. ما فهمتش كيفاش بغيتوا هاد البلاد تزيد لقدام الا ما لابوش الحيوط وطاحت الروح. دابا بهاد الحاله باغي تغير العالم. واحد كيبقى ناعس حتى لجوج النهار باش يمشي يهز 20 درهم من فوق التلفزيون باش يخرج يمشي تصعلك ولا ما عطاش. مهدي 20 درهم ديك 20 درهم ما بغيتهاش. خوذها كولا. عطيني 20 درهم كتهضر ما بغيتهاش، ما بقيتش باغيها. انا نسمح لك فيها. اش غادي نخلى لبنتك اللي غتمشي لك لافاك وغتبقى تبات لك تما، وانت ديك الساعه في العريش نعس ارتاح. ديك الساعه ارتاح ملي تكون تما وانت ما عرفتش شنو كدير. وهاديك تيطوان كنهضر معاك. ايه مالك هاديك تيطوان؟ والله مشيتي ليها سمعتي، والله الا كانت لك شي محل يا عيش في الدار والله الا مشيتي ليها. ولكن هذا ما قادش يحكمك، انا غنحدو لك. كنت معاك شوفيني سمعتي. فين قالك اختك؟ تباقي تقيس اختك؟ انا غنتولى بك. قالك ضربني ضرب. قولي شنو درتي ها؟ جبتي لي خدمه الباب الدار ما بغيتشي ها؟ عمرك دوزت لي مع دوك صحابك اللي كتبان قدامهم في الخدمه كدوكا وما بغيتش ها؟ عمرك قلتي لي هاك سير دير شي مشروع، سير اولدي دير شي مشروع خدم مع راسك وما بغيتش. قلتي لي والو من نهار عرفتك انت غالهضره. ساليتي المرضي وهز هاد الكرسي وحطه في موضعه. يعني راك حاملة؟ سمعني. انا كنسمعك معقول. قولي نقدروا نجوجو دابا؟ دابا واخا ولكن نمشيو بعدا للدار ونجلسو ترونكيل ونهضرو ونتفاهمو على بزاف الحوايج وصافي. عزيم ديالي ما تقلقيش، راكي عارفة عندي كلمة واحدة غادي نتزوج بيك، غير هو ماشي دابا. احمد انا حامله. تعلمتي تفليله انت؟
اشنو زعما باغا تفهميني بلي انا راك عارف بلي عمري ما خرجت مع شي حد من غيرك. شوفي ملي خرجتي معايا انا تقدري تكوني خرجتي مع شي واحد اخر، وملي نعستي معايا علم الله مع من نعستي. بالتفاصيل ما بقاش كيهمني داكشي. انا بغيتش فلوسك، بغيتك انت على الحمار، بغيتك انت. نزلي. كيفاش نزلي؟ كيفاش ننزل؟ نزلي سيدي تقودي. يلا يلا أجلنا فيكون تسير هذا الوقت بالسلامة. وينهضني من حب ليلى نواهض لهن حريم في الفؤاد مقيم. إلى الله أشكو فقد ليلى، إلى الله أشكو فقد ليلى، كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم. علاش ما دخلتيش يسقر؟ شوف دابا خاصك تخمم في حاجه اخرى، فلوس باش تعمل الكورتاج. اجي مازال عاقله ديك المهم اللي كنت تقرا معنا هنا في الميسي، ديك اللي كتحرك بزاف ديما هكا. خرج الرحيل ديالو البارح. راه قريب ياك لاباس. سمحوا لي خاصني نمشي. كل سبب يبقى تحت الناس. شكرا. زباده انا تفضلت السيد دي معاك حدك تما وكرا عقلك راني راجعه دابا. شربوا شي حاجه البنات. فكرني بكان اسم الاسم ديالي سكينه. ايوا سكينه. دارك مزيونه بزاف. ايوا داو معايا السرعه ديالي
مولاها واحد الشيباني عايش في الخارج، ما كيجي لهنا غير مره مره. وشنو كتقولي لداركم؟ هذاك خاي اللي كان صعيب وكيضربني لا حتى دقيقه وحده للمدرسه بقى كيقول لي والو، ملي وليت كندور معاه. شنو هي المشكله ديالكم البنات؟ مالك عندها واحد المشكله كبيره وخاصنا 2000 درهم. مالك تينا مزيونه بزاف وصغيره وتقدري تربحي شحال ما بغيتي ديال الفلوس اللي بغيتي. سمحوا لي البنات، انا ما عندي ما ندير لكم. زعما واش نمشي عندك منيا؟ ما عرفتش اختي، قول لي واش نمشي ولا لا؟ ورا ما عرفتش. ما غنمشيش. كي دايره لا سوسيتي ديالك السي عدسه؟ غدا بخير الحمد لله، احسن من العام اللي فات. مزيان انتي كفرح صحيح. ما قلت لي والو. علاش؟ قلت لها محتاجه 2000 درهم عملت معايا نجي اليوم. 2000 درهم بصراحه تعجبني بزاف، وعلى 2000 درهم الا بغيتيها خصك جوج ديال المرات في السيمانه تناسي معايا ولمده شهر. سلام.
غادي نقدم لك ناس مهمين بزاف كاينين هنا. كيرو بريزنتار مالك يعني خولا بيسكو كاو حطها مع الكا سمحوا لي غادي نقدم لكم ملك وعندها واحد لا سوربريز. ملك 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 اش عندك؟ عرفتي اش قلت لك بلي محتاجة 2000 درهم؟ حيتاش انا حاملة. اني راجعة دابا. درهم من عندي. شكرا. ودابا غنعطيك النمره ديال زهره واحد صاحبتي في طنجه خاصك تتصلي بها غادي تساعدك. كنهضر معاك فين كنتي؟ تجي جلدتي صالون صاحبتي. انا نشوف داك التفتار. اش شغلك؟ كيفاش شغلي؟ طلق مني. طلق هادي. طلق ماشي شغلك. شوفي التفتار غير ما جاني البلاصه سمعتي؟ هي كنهضر معاك خصك تدي فمك سليك الفم. بنتي عندي شي حريق 3 ايام هادي مبغاش يطلقني وما كرهتكش تمشي معايا عند الطبيب ندير شي كونترول. ها واخا باش شويه ما نسلموش. تفضل لالا الطبيب كيتسناك. دخل معايا بنتي. قالت لي ماماك انها شاكه في شي حاجه. كانت عندك علاقه مع شي واحد. واش كيقول هذا الراجل؟ ماشي قلتي هاجي معاك على الكونترول ديالك؟ اجي فوق الصحه ديالك نهضرو. اجي لهنا. جلس لي بماك. شو شحال
شي بنت وربما حملها. عجبتك هاد الحالة؟ وصلنا للحبالة يا بنت حرقنا الخنزة نسلقو حنا شوفي هي يما شوفي هي قلب ليها جوج بيا كلهم كيقولوها بنت الحرام كلهم كيقولوها كيقرا معاك خدام في شركة الفلاحة مشي من هنا شحال من عام عنده 30 عام اوعدي على 30 عام هو عندنا 30 عام بنت الحرام 30 عام فين هو فين هو نعتق لو قسم نعتق فين هو فين هو فين هي ملك؟ عيان شوي وش شنو عندها؟ ياك لاباس؟ عندها ولا غير شي حاجة ضراتها الفلوس اللي عندك راه ما كافيتش سير دبا
تدبري على 2000 درهم ورجعي لعندي. راه غير على وجه صاحبتك منيا اللي عزيزه عليا انا غنشوف شنو غندير. اه حاجه اخرى، انا راه غير وسيطه، راه ما رابحه والو من هادشي. عندي ما يجيبو هو دا جهدي عليك بنتي، جيبي الفلوس كاملين واجي مرحبا بك. شوف بنتي، انا بغيت نساعدك ولكن انت هنا مازال قصير. كان كنتي جبتي معك الوالدين ديالك نشوف كيفاش نتصرف. هادشي راه ممنوع علينا، ما يمكنش نتحمل مسؤولية بوحدي. شوف ما نقدرش، انا متاسف لك ولكن الله غالب. شكرا. عافاك واحد لوز الماء. مسافرة؟ عجزت من السفر. لا على السلام، كاين شي ما نقدر والو. عندك شي واحد هنا في طنجة؟ زيد سكر. مرحبا بك، خذ راحتك. عامين وانا في طنجة، اسمع واحد جوج الدراري صحابي، واحد طلع البحر والاخر ما زبا ورجع للبلاد، وانا ما باقي لي والو نجمع الفلوس تاهنا.
اش اخبار؟ لاباس عليك؟ واش اخبار الوليدات؟ الحمد لله. الحاج لاباس عليك؟ لاباس. يلاه يومين هذه باش خرج من السبيطار، راه مشى البلاد. مسكين الحمد لله. ليس كنت طالع البلاد قولها لي، صيفط معاك شي فليسه في الخطيب. مرحبا. وهذه ملك. بغيتك تدبر عليها انا الله يرحم دابا. يلاه يا ودي، عندها لاكارت؟ لاكارت. عاد كنعد لها على حساب طنجة. حسبها عليا هذه ديالنا. ايه هذه ديالنا. السعدية. اجي يا بنتي اجي. عطيها الطبل ليا وريها الشغل اللي غادي دير. يلا سير بنتي. شحال هادي كنت كنحلم جوج براجل لاباس عليه، سكون في فيلا، مسافر في العطلة. أما دابا نسيت هادشي كامل ملي تلقيتك. بنتي الحنين كتفهمني، كتبغيني بصح. مرتاحة مع أختي نادية، مخلين محتسة شي حاجة، لا غزال دريف. المهم صافي، يلا نخليك ما تم بعد نعاودلك. أتون صبر هاي فوت عليا. يلا وموسك شي صافي. يلا بسلام. ايوا غبرانه ديال لا ملك، شحال دابا عندك من شهر؟ صغيرو ويلي زهرفك سبع ان شاء الله. شنو وضعك؟ ايوا يا ودي من جبتي لي هاد النحيله؟ الله 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 يا صغيرو يا صغيرو، انا تصفصحت كامل الزين والفتاوى والصغر، ماشي بحال هذيك اللي من داخل بحال القادوس اللي شهور من فوق ومن تحت. سر الفوطه في الحمام. وبلاتي واحد طليبه هاد بويسه وبويسا يا خرن حنا وزتي فيها. الحمام الحمام واش تغير اللي شفتو غنو بغات منو؟ لا زتي فيه خلاص عليا. يلا بزالات هادي كاع. ما قلتيليش شحال عندك من شهر دابا؟ 4 شهور ونص لخمس شهور. يا
خمس شهور بزاف، هي الكرش ما بيناش على خمس شهور، ولكن دابا صعيب شي حد يحط فك يدو ولو بخمسة الاف درهم. عرفتي شنو وقع لواحد البنت داك العام؟ حتى هي نفس المشكل، قالت لك نونو كحل عيونو حتى طيح بنادم على خمس شهور. عرفتي شنو وقع لها مسكينة؟ مشات هي وداكشي اللي في كرشها. شوف بنتي، الا بغيتي تبقاي معايا هنا انا راه ما عندي حتى مشكل. اشنو قلتي؟ لا خاصك تمشي ترتاح اليوم. انا قادره نخدم. راك مريضه، غير سير ارتاح هاد النهار. يلا مالك؟ اش عندك؟ لا والو، شني دا خوف، خفت من الخدمه. تعرف واحد الطبيب صاحبي كيجي عندي معاه؟ شو عنده؟ أنا عيطوا له. لا ما حسش، أنا عارفة شنو عندي. شنو عندك يا مالك؟ شنو عندك؟ منير، أنا حاملة. كيفاش؟ معايا؟ لا لا ماشي معاك، ما تخافش. واحد بنت الحرام تحكي عليا وغادي نتزوج وهرب. قحبة تنزل عليا بطال، علاش؟ شنو عملت لك؟ أمس فيك خير دخلتك لداري، أمس خير كلبة الخلا. منير اسمعني يا منير، والله ما نملكش حاجة قبيحة، ما نملك غير الخير يا منير، ثق فيا. وهاد المدة كاملة كتكذب عليا، شنو كان في نيتك؟ قول لي شنو كان في نيتك. عافاك منير، على الله العظيم منير بحال كنبغيك. علاش ما جوجوش نعيشو مع بعضنا؟ قلتي بلي كتبغيني. عافاك منير. منير انا مزوجة فيك الماس. سبحان الله. منير انا مسحوقة فيا. خلي معاك منير، بعدي 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 شنو فيك سيني قلت لك سي بحالك. امشي بحالك، امشي 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 ما بين الكرة والموطن غتخلصي 60 ألف فرنك في الشهر، 140 درهم ديال الدسار في السنة. تقدر تسناني مع الخمسة في الباب. شوف راسك في المرايا، شوف راسك شحال مزيونه، راه حرام تبقاي مدفونه وسط داك اللوزين قدام الوسخ ديال الحوت. يلا البسي عليك، يلا تخرج معنا.
كنجاو مزيان وكان نشاط كل ما كنحس بالدنيا كتضيق بيا. ملي كنتفكر والديا كنتمنى نكون بوحدي فشي مطعم بعيد بزاف بعيد على الناس كاملين. مدموزي سليمة بوليس راه ما جاو. واش جاو باش يديوني؟ شكون اللي قال لك هاد الهضره الخاويه؟ ما تخافش مالك، انا هنا غير باش نعاونك، خصك تثق فيا. وصلنا رسالة من الشرطة ديال العريش تيقولوا بأن اتصلوا بالأب ديال مالك صرخ. وقع لينا الله يخليك. لا تحرك البنت من هنا حتى يجي والديها. غير جابوا واحد الورقه باش نسنيها لهم على اساس انني انا اللي مكلفه بك. قل لي فين وصلنا.
ماشي المره الاولى هذه اللي كتضيعي فيها السلعه، مابقيتش قادة على الخدمه. حط هذيك الطبليه وطرقع لي وجهك. غادي يمشي لوزان، دار طول عمتي غير خاويه ومشدوده، غادي تبقى تما حتى يدير الله شي تاويل الخير. انا غادي نبقى من جهه نطلع عليك. الناس كاملين قلنا لهم بلي مشيتي كتقرا في كازا، دار البيضه احسن من العريش في القرايه والباك هذا. والعائله اللي سقصى كنقول له راك جيتي ومشيتي نهار الحد. نادية اللي قلت لك بلي انا هنايا، ما عندك مناش تخاف دابا، اللي عطى الله عطاه. شو غادي تولد في وزان، وديك الساعه نشوف شنو غنعملو. نعطيو هذاك العيل لشي مرة بغات تربيه، ولا نعطيو الخيريه. وانتي يا حبيبه قلبي غترجع لداركم وترجع لقرايتك فحال حتى شي حاجه ما وقعت. هاد المرة ماشي سربيك، المرة ماشي مبقيتش نشوف كمارة ديال قدامينا. وين الشي بني ديالي؟ واه واه ارمبي 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 يا حبيبي اصبر. ها وين نساك انا حمق حمق هابر ان شاء الله انا وياك، ما عندنا فراق على بعضنا. اي 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 تجي تتعشي معانا ولا نجيب لك التعشي بوحدك؟ بوحدي وتسنيت نشوف الاخرين ونجي لعندك. صافي عمر العيلة ضربوا التعس عندك وين طلعنا نلعبوا هنايا ونجي تسكروا اليوم زعما الله تسكر. هيا انا هيا لا لا جلس لي بعقلك انا نسربك الحبيب من اللي عندي. لا 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 اراوني اراوني حبيبي صابو. واحد المرة لاباس عليها كدير الخير في الناس ومشاركة بزاف ديال الجمعيات، غنهضر معاها تعاونك حتى تولدي.
الدنيا كل شيء ماشي فيها بالمقلوب. اللي بغى الدراري ما لقاهمش، واللي عنده ما بغاهمش. انا ما كصدر لا والو. عندك وليد بقي لك تقريبا شي 5 ديال السيمانات. حاج كيداير؟ لاباس عليك؟ كيداير مع الصحة؟ هيك ما عجبتك؟ عفايدك. اهلا وسهلا. اما هاد لي كوش خصني نخلي منهم شي حاجه للشيباني، راه شفتي هاد الايام تفردق. شنو حكايتك مع ديك الشيباني؟ هذاك انا لا هو الميمون ديالي، 20 عام وانا عايشه انا وياه بزوج في هاد الدار. تلاقينا لالا ملي كانت عندنا 30 عام وهو 45 عام، وما نكذبش عليك عشنا من داك الشرف دوزناها. واخا تشوفيني هكا، ملي كنت صغيره كنت الزين والفورمه كيفاش دايره، اما الشطيح ما نعاودش لك عليه. هو كان مزوج وباقي مزوج، وشرط عليا نهار الاول شرط واحد، نكون صاحبته وصاحبه صحابه كلهم، وهو يكون صاحبي وصاحب صحاباتي كلهم. الوجه اللي حشم عليه ما عدوش. مالك مالك؟ كنحس بنفسي كتقرب ما كتقرب وقت الولاده. كنخاف بزاف تكون راني نتخنق. ما عندك مناش تخافي، كلشي غادي يدوز مزيان. ولا رجاء راه مهليه فيك، ما مخليك محتاجه حتى لشي حاجه. اولا هاد الولد يتزاد بلا بابا، ولا توحشت بابا وماما. املك هبنتي الله يهديك، شحال من خطره قلت لك ما تبقايش تفكري في هادشي. انت دابا راه قربتي تولدي، حاولي لي على راسك الله يرضي عليك. الحمد لله اللي جبرتك. انت دابا قربتي تولدي، وسمعيني مزيان شنو غنقول لك، لانك خصك تعرفي شنو كاين. هاد الولد اللي في كرشك عرفتي لا رجاء، اللي دابا هادي شهرين وهي كتصير عليكم مهليه فيك، باغا تربيه. غادي تعطيك انت 8000 درهم وانا غتعطيني 4000 درهم، وهكذا غادي تهني منه وتقدري ترجعي لداركم الا بغيتي. بحال الا حتى حاجه ما كاينه ولا ما قدرتيش ترجعي لداركم، اجي بقاي معايا هنا، انا عندي الدنيا هانيه. مرحبا بك والف مرحبا بنتي. انا العقروش ناض، الا ما مشيتش لعندو غادي يفضحني في الحومة. فكري مزيان في هادشي اللي قلت لك. Thank you.
واقيلا كنري نخلي لمدة ذكر الله. كان عايش حياة ربا مزيان ما كنتش غنبقى حيرة به، ولكن ديك الساعة ما تقبلتهاش. ودابا تبغي تخلي ولدك لديك المرأة؟ السلام عليكم. عافاك سيدي، انا جيت من السفر عن شي عائلتي هنا في طنجة وما جبرتهمش، ما عندي فين نمشي دابا، مش نقدر نبقى حداك هاد الليلة. غير هاد الليلة متبقاش تعاود ترجع هاد المدينة، راه ولات عامرة غير بالقطاطية والناس اللي كيجيو عند حبابهم ما كيلقاوهمش. ما تخافش انا غادي نكون مقابلنا الباب. الحلاوة العائلة نعسة هنايا. شكون تما؟ وخرج من تما. شكون تخيل بها هذيك يا جماعة؟ هذا الخيبي اللي حداك في يامو ما كانش شي واحد يقدر يهز الراس قدامه. هاد المرة إلا جيتي لطنجة وقع لك هكا ما لقيتيش دوك الناس اللي كتجي عندهم، شوفي شي بونسيون صغير هنا في طنجة راه موجودين لي بونسيون. عندي شي لاكارت. هادشي مهم أنا نصيفطك. شنو بغيتي؟ ديك الراجل اللي تحت قال لي ندبر له شي موطا هنايا. عندك شي كاش؟ عندك علاش تنعسي بعد هاد الليله؟ لا والو. زيدي زيدي دخلي. ما عندي طالي وكاد نهار وغدا قلبي على راسك واخا. شدي شدي هاد القنص. نرى ما عندنا لا مالادو، ملي نخرجو نجيبو الكلمة معانا من السقاية، حتى لا بغيتي بيت الما لتحت في القهوة وبدالها ماشي فابور، تفاهمين؟
شتي دي مامو شحال كيجمع د الفلوس وما كاين لا ما لا ضو سكتي لامك وما كنشوك ورجعتي لدوار المساخط منين جيتي ما غير ماشي جبد اللي عندك جبد اللي عندك شي حاجه جبد كان عندك تورك كل مره مخرج كل شنو جبد القطع جبد عندك القطع كان عندك تورك يا ما عندك تك ولا خينا عندك سروال شوف سروال الصباح الزنقه راه خطر من فوق هذوك الفلوس اللي كيعطيوني كنشرب من هاد القريعة وهاد الربيع ديال الزيتون وهاد الخبز واللي بقى كنفرقو كنفرقو على الناس اللي تحت بزاف في القاع باش عاوتاني نهارج المعقول القوم باقي حيين مع الاخر ايوا تينا البيض اخو غاشي هذيك الله هاي
انت غادي تسد فمك وغادي تدخل تكا في البرتوش ديالك ولا غادي ندي امك تبات في القصه هاد الليله. يلا زيد امك نتيا. أسلام أيام كوميسير سلام عليكم كوميسير شحال شديتو اليوم 35 أيام كوميسير كملوا 50 وبركة رقم هاد المغربية الحاملة نعم خرج عليا من هنا واش بغيتو تردو لنا قابلات صافي أيام كوميسير نفذ يا دام كوميسير كل عافا فيج شكرا شنو سميتك؟ خسارة وكنتي ولدك وبقيتي معايا هنا غير تعاوني على هادشي ولكن انتي دابا بنتو وحاملة انا ملي كنت باقي شاب كانوا كيعزوا عليا الناس الكبار كنبغي نعاونو باش ما عطل الله إلا شت شي واحد عما بغى يقطع كنقطعو شي مرا كبيرة هزا شي تقل كنهز مع داك شي ومشي معاها حتى لدارها دابا ملي كبرت وليت باغي نعاون الصغار ما عندي ليهم جات غدا غادي نشوف لك فين غادي تبقى حتى تولد
عقلتي على علي؟ كانت غير قصيبة ما فيها روح. دابا اسمعي. شوف راه ما جيناش نديوك للحبس بالحق الا هربتي من السبيطار ولا سامحتي في هذا الولد راه غادي نجيبوك من قاع البحر. سميتك وسينديك والعنوان داركم؟ الا كتبتي من هنا للكوميساريه وغادي نعلق امك حتى تعطينا العنوان ديال دار والديك. واش تفهمنا؟ واش تفهمنا؟ وقالوا لي ولا بده يدوز المحكمة على داكشي اللي عملت. ما تخافش ما عندكش مناش تخاف. شبار ما كتعرفوا ولا تجيبوا لا خرقه ولا مرقه كتعرفوا غير تجيو تولدوا. ابنيتي تعوي معدب عندك حبيبه ما تعرفش بنتي تهز راسها راسها هيدي حبيبه معوضه هيدا بقيها هيدي حبيبه عملي يدك تحت مزيان هيدي تحت راسو أخصوا كلية الضغابة نتيح. موسيقى
وحشتك بنتي. ملي كنت جاي لعندك تفكرت هذاك النهار ملي كنت عندك 6 سنين خليتك معايا على الموتور. شكون غزي ولاد باباها؟ انا. شكون فني ولاد باباها؟ انا. شكون الحب ديال باباها؟ انا. شكون فني ولاد باباها؟ انا. شكون السينات باباها؟ انا. شكون فريكسة باباها؟ انا. شكون فني ولاد باباها؟ انا. شكون غير بحال بابا واحد الكيسة؟ انا. عليها. انت عزيزة عندي يا بنتي، عزيزة عندي اكثر من اي حاجة، اكثر من اي واحد في الدنيا. عرفت علاش سميتك ملك؟ نهار خلقتي ما غوتيش بحال العيال، وخلقت عندك واحد الضحكة مهدنة وحنينة. من هزيتك في يدي كنتي خفيفة بحال شي ريشة، ريشة ديال شي ملاك. أنا بنتي اللي كيهمني هو أنتي، ما كيهمنيش الكلام ديال الناس ولا اش غيقولوا. انا مبقاش عندي 6 سنين، مبقيتيش قادر تساريني وتجلسني قدامك في الموتور، مبقاتش عندي الضحكه والحنينه المهدنه.